وكان مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح فاز بمنصب رئاسة الجمهورية عقب انسحاب مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين من الجولة الثانية من التصويت على اختيار الرئيس من قبل البرلمان. وبحسب مراسلنا فإن العد والفرز لعملية التصويت السري للجولة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية أسفرت عن فوز برهم صالح ب 175 صوتا، ولجأ مجلس النواب إلى جولة ثانية لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة عدم حصول أحد المرشحين على عدد الأصوات الكافية في الجولة الأولى، حيث حصل مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح على 165 صوتا، فيما حصل مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين على 89 صوتا. وإشارة إلى المادة 70 بالدستور، يكون المرشح الفائز هو الدكتور برهم صالح قاسم رئيسا لجمهورية العراق. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. والله على ما أقول شهيد.